أحسن الله عليكم. هذا يقول بلغني أنكم من طلاب الشيخ عمر فلات رحمه الله، لو تحدثنا عنه ولو بالشيء القليل، خاصة وأن ليس للشيخ ترجمة ولا يعرفه كثير من طلابه. الشيخ عمر ابن محمد فلاته رحمه الله رحمة واسعة، عرفته من صغري حيث كان يجلس مع أبي قبل أن أدرك أنا هذا في حلقة الشيخ عبد الرحمن الأفريقي، وكان يقول لي رحمه الله والدك زميلي. والدي ليس من الشيوخ الطلاب العلم، لكنه حريص منذ أن عرف المدينة على أن يلزم حلق أهل العلم، وعرفته من الصغر واستفدت منه. والشيخ عمر فيه مزايا، منها أنه من أعرف الناس بآثار المدينة، بل لا أعلم أحدا في وقته أعرف بالآثار والمواقع التي وردت في السنة منه. ومنها حرصه على السنة، فقد كان يحرص على شرح كتب السنن. ومنها أنه لطيف جدا، وعنده أسلوب معاملة عجيب. وكم مرة أقع معه في موقف محرج فيخرجني منه بكل سهولة. وقد سافرت مع الشيخ، والشيخ رحمه الله يعني طبعا عمل في الجامعة الإسلامية وله جهود فيها، وله درس مستمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات الشيخ الأفريقي إلى أن مات رحمه الله. و يعني متين في العلم، طيب في الأخلاق، أنيس في الحديث، صاحب عبادة. سافرت معه مرة أنا إلى نيجيريا، وكانت غرفته بجوار غرفتي وبيننا باب، وكنت المكلف بأذان الفجر، فكنت أستيقظ قبل الأذان من أجل الأذان الله المستعان. وكنت أسمع الشيخ في غرفته يقرأ ويصلي إلى قرب أذان الفجر، ثم يطرق علي الباب الذي بيني وبينه على إذا بقي شيء لأوتر من أجل الأذان. صاحب اجتهاد في العبادة رحمه الله، سأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يعلي درجته وأن يجعله في عليين. نعم.